في الفيديو ده هقول لكم ازاي نعمل صور صغيرة زي صور الكاميرا الفورية من غير ما نحتاج اننا نشتريها، وكمان ممكن نعمل بيها ديكورات بافكار مختلفة لصورنا المفضلة واللحظات الحلوة، وكمان بتدي شكل جميل وممكن نعملها بكذا شكل زي ما احنا شايفين. هنحتاج بس ان الصور تكون موجودة عندنا على التليفون. هنفتح برنامج كانفا وهنختار زي ما عملنا في الفيديو اللي فات شكل البوستر، الحجم اللي هو الورقة A4. بنحط كل الصور، نحدد كل الصور اللي احنا عايزينها، والبرنامج سهل مش معقد. بنظبط الصور دي بالحجم والشكل والزوايا اللي احنا عايزينها كده. بعد ما بنرتبها بنحفظها عندنا في الجاليري وبعدين بنطبعها. بس لما بنيجي نطبعها بنطبعها على ورق كوشيه لامع. الورق الكوشيه بالظبط خامته بتكون عاملة زي كارت الصور اللي بنطلعها من استوديو التصوير بالظبط. وبعدين قصيت الصورة، ده كان شكلهم بعد ما تقص، ودي كان حجمها اكبر علشان كنت احطها في برواز، يعني ممكن تحطوا في براويز وتعملوا بالاحجام اللي انتوا عايزينها. والصغيرين دول هحطهم في مشابك علشان نعمل ديكور المشابك. المشابك الصغيرة دي بتتباع في المكتبات عادي، بنلاقيها بأشكال مختلفة وبيكون أشكالها كيوت وجميلة. كمان بيجي معاها خيط خيش كده علشان نعلق الصور فيه. وفي نوع تاني اللي هو النوع الصغير ده بيكون بيتباع لوحده كده، بيكون أرخص شوية من غير خيط. ممكن نشتري له خيط عادي من محلات الخيوط والحاجات دي، اسمه خيط خيش، المتر بيكون سعره قليل جدا، فممكن نستخدم دي أو دي زي ما انتم هتحبوا. وبعدين بنبدأ نرص الصور في المشابك بالشكل ده، بنسيب مسافة صغيرة وبنحط الصور اللي بعديها وهكذا. وده شكل الصورة بعد ما حطيتها في البرويز. ممكن تعملوا أشكال مختلفة وتحطوها في برويز هتدي ديكور حلو. وده كان شكل النهائي للصور بعد ما علقتها. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا أشكال كتير جدا زي الأفكار اللي أنا وريتها لكم في أول الفيديو. جربوها هتعجبكم، مش مكلفة خالص. وبكده نكون خلصنا، واستنوني فيديو جديد. باي.